تحية طيبة متابعينا الكرام عبر صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على النيسات، وأهلا بكم في سلسلة الحلقات التي نبثها إليكم من داخل المعامل والشركات التابعة لمجموعة قاطرجي القابضة. ما زلنا نعرض إليكم ثمرة مشاركة مجموعة قاطرجي القابضة في معرض دبي إكسبو 2020. الأسبوع الماضي كنا بعرض اتفاقية هي الأكبر من نوعها بإقامة أكبر معمل لتصنيع وتجميع الآليات الثقيلة من شاحنات وبلمانات وباصات نقل داخلي وغيرها، واليوم نقدم إليكم الجديد من الأخبار، حيث قامت مجموعة قاطرجي القابضة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوبي ممثلة بغرفة تجارة كوبا. الاتفاقية شملت إعادة تأهيل معمل السكر وبناء خط جديد لإنتاج الإسمنت. طبعا هذه الاتفاقية جاءت بعد عدة زيارات قام بها الوفد الكوبي للجناح السوري والاطلاع الحثيث والدقيق على ما تنفذه مجموعة قاطرجي القابضة، وكان مثال معمل الإسمنت في حلب ومعمل السكر موجود على طاولة الحوار، وهناك الكثير من الأمور التي لفتت انتباه الجانب الكوبي. سنعرض إليكم هذه الاتفاقية ومن ثم نعود. Bueno, nada, obviamente es un paso de avance en la identificación de las posibilidades que pueden haber con el grupo. إنها خطوة متقدمة في مجال التعاون المشترك مع مجموعة القاطرجي، والتي ستتيح لنا مجالات تعاون جديد في كوبا. نحن الآن نتحدث بشكل أساسي عن مساعدة مجموعة القاطرجي لتحديث معمل السكر والإسمنت في المرحلة الأولى، وقبل كل شيء سيتم دراسة المشاريع بشكل تفصيلي أكثر وتوسيع مجال التعاون بشكل أكبر. Y posteriormente, bueno, pues se analizarán las partes, determinarán si se puede un poco que ampliar más la colaboración. Yo sí quería dejar expresado que me ha sorprendido. أنا أريد أن أوضح بأنني تفاجأت كثيرا في قوة مجموعة القاطرجي. هي مجموعة تعمل في عدة قطاعات كالمجالات الاقتصادية والصناعية. في الوضع الحالي لكوبا نحن منفتحين لجميع الاقتراحات المقدمة من مجموعة القاطرجي من أجل دراسة المشاريع التي سيتم تنفيذها سويا في المستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المجموعة تعمل في سوريا. كوبا وسوريا تجمعهم روابط قوية. أفضل شيء التعاون مع الزملاء السوريين من أجل دراسة وتقييم إمكانية القيام في الأعمال في المستقبل. Y bueno, pues qué mejor que con nuestros compañeros sirios para tratar de identificar y de valorar si se puede a futuro realizar alguna colaboración.
الحمد لله اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوبي مع غرفة التجارة الكوبية لتطوير وتحديث معمل السكر في كوبا وبناء خط جديد من الإسمنت، وإن شاء الله هلأ باشرنا العمل الجدي في الدراسات والتنسيق مع الجانب الكوبي من أجل هالمشروعين. طبعا هي الاتفاقية ما بس مشان معمل السكر ومعمل الإسمنت، في كتير شغلات تانية إن شاء الله بالأيام نصرح عنها. يعني Bueno, nada, obviamente es un paso de avance en la identificación de las posibilidades que pueden haber con el grupo Cachés Group y la identificación de todas las cosas que se puede hacer con Cuba. Fundamentalmente estamos hablando ahora de identificación de apoyo por el parte del Cachés Group en la remodelación de centrales azucareros, de fábricas de cemento, en una primera etapa. Y posteriormente, bueno, pues se analizarán, las partes determinarán si se puede un poco que ampliar más la colaboración. Yo sí quería dejar expresado que me ha sorprendido gratamente la fortaleza que tiene el grupo Cachés, por cuanto es un grupo que abarca varios sectores de la esfera de la economía, y que en el caso de Cuba, pues nosotros estamos abiertos a escuchar las propuestas que puedan venir específicamente de este grupo para analizar la posibilidad de que se pueda hacer un trabajo conjunto a futuro, sobre todo teniendo en cuenta que es un grupo que radica en Siria, y Cuba y Siria tienen un mismo sentimiento, es decir, a nosotros nos unen los mismos lazos. Y bueno, pues qué mejor que con nuestros compañeros sirios para tratar de identificar y de valorar si se puede a futuro realizar alguna colaboración. إذن كما تابعتم معنا، هذه ثمرة من ثمرات مشاركة مجموعة قطرجي القابضة في معرض إكسبو دبي 2020، ونستمر بعرض الاتفاقيات وتوقيع العقود. وكما تابعنا أيضا لاحظنا أنه هذه المذكرة هي الخطوة الأولى، يعني نحن عم نحكي عن معمل الإسمنت بتصنيع جديد وخط كامل ستقوم بتنفيذه مجموعة قطرجي القابضة، وأيضا إعادة تأهيل معمل السكر في كوبا. ننتقل الآن إلى تونس، حيث قامت أيضا مجموعة قطرجي القابضة عبر شركة ميجا بلاست بتوقيع اتفاقية لتوريد 10 خطوط إنتاج لإنتاج وتصنيع أنابيب الصرف الصحي البي في سي مع شركة تونسية، وستقوم شركة ميجا بلاست بتصنيع وتوريد هذه الآلات إلى تونس. 10 خطوط إنتاج والتفاصيل بهذا التقرير. أحمد حدوسي من تونس، صاحب شركة شابي وتر.
تحكي لنا شوي عن تفاصيل العقد يلي أبرمته اليوم مع شركة ميجا بلاست. احنا اشترينا 10 خطوط تصنيع انابيب المي بي في سي لتصنيع الانابيب موجودة عندنا في الشركة بتاع تونس. تعطينا هيك شوية تفاصيل عن طريقة التعاون، رأيك بمجموعة قطرجي القابضة؟ أنا لي أصحاب موجودين في العراق، عندي مدة نتعامل وياهم، وفي الفترة الأخرانية نصحوني بمجموعة قطرجي، حكوا لي على المواد اللي صنعوا فيهم وعلى المكانات اللي عندهم من ناحية الجودة ومن ناحية طريقة المعاملة متاعهم ومن ناحية التواصل مع الزبائن متاعهم، نصحوني برشا وعلى هذاك، وهذوما أصحابي ديجا عزاز عليا برشا، وأنا معاملتي معهم من قديم الزمان، وهما ديجا تعاملوا مع جروب القطرجي ونصحوني بهم، وأنا جيت وشفت المعدات وطريقة التجميع، الجودة تبع المعدات اللي عندهم جودة عالية، والسعر متاعهم سعر باهي برشا، والجودة أحسن من الصيني وتضاهي الإيطالي، على ذاك أنا جيت وعملت معهم هذا العقد. هم لما كلموني وحكيوا معايا على القطرجي بصراحة انبهرت، وعلى ذاك في أول فرصة أنا خذيت الطيارة وجيت هنا باش نشوف الشركة هذه والمعاملة متاعهم والتفاصيل متاع المكانات اللي عندهم، وعلى ذاك أنا ما ترددتش باش نبرم العقد هذا. شركة ميكا بلاست هي إحدى شركات التابعة لمجموعة القاطرجي القابضة. في الحقيقة أستاذي، شركة ميكا بلاست ليست مختصة فقط في صناعة الآلات البلاستيكية وقوالب حقل وما إلى ذلك. اليوم شركة ميكا بلاست تقوم في صناعة وتركيب خطوط إنتاج لصناعة أنابيب الجي آر إي للاستخدامات البترولية، وأنابيب الجي آر بي التي تصل أقطارها حتى 2 متر، فهي أقطار كبيرة جدا، المصنعة من مادة الألياف الزجاجية وإضافات كيميائية ليست بالسهل، معقدة جدا. تمتاز هذه الأنواع من الأنابيب بالجودة وتحمل الضغوطات العالية والعمر الافتراضي الطويل التي تصل إلى أكثر من 50 سنة. أهم من كل هذا هو دراسة وتنفيذ كافة خطوط الإنتاج رغم الصعوبات والحصارات الدولية، هي سورية بالامتياز. في الحقيقة من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 زارتنا أكثر من شركة، منها من العراق، من ليبيا، من عدة دول عربية، أهمها كان الشركة التونسية للصناعات البلاستيكية، والحمد لله رب العالمين بعد اتفاقيات والتحدث عن أدق التفاصيل وأنواع المحركات وما إلى ذلك، تم التوقيع معهم عقد على 10 ماكينات لصناعة أنابيب مياه الصرف الصحي بي في سي. إذن كما تابعتم معنا متابعينا، هذه العقود جميعها تبقى يعني غيظ من فيض، والقادم أعظم بكثير. خطوط إنتاج للإسمنت والسكر في كوبا، خطوط لإنتاج مياه الصرف الصحي في تونس، وما هو القادم؟ انتظرونا السبت القادم، وحتى ألتقي بكم في حلقة جديدة من ثمرات الاتفاقيات وفخر صنع في سوريا. وخير مثال دائما في كل سبت أقوله، خير مثال لتطبيق شعار الأمل بالعمل. سوريا ستبقى دائما وأبدا مقصد لكل من يريد أن يطور الصناعة والتجارة. وحتى ألتقي بكم من قلبي، لكم أجمل تحية من هنا، من قلبي قاطرجي الهندسية وقاطرجي للصناعات الهندسية والميكانيكية. هو شادي حلو يحييكم، أطيب المنى، والسلام عليكم.